السيد النائب المحترم عن فريق الدستوري، فضلكم ما زلنا لم نتمم ولم نرفع الجلسة بعد. أرجوكم السيدات والسادة النواب، الجلسة ما زالت مستمرة، أنصتوا للسيد النائب. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب. يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق الاتحاد الدستوري في إطار تفسير التصويت على القانون المالي برسم السنة المالية 2010. كما جرت العادة بذلك بعد الانتهاء من عملية التصويت. بالنسبة لنا في فريق الاتحاد الدستوري، كان تعاملنا مع هذا المشروع تعاملا موضوعيا تمليه علينا قناعتنا وكذلك موقعنا في المعارضة. لقد صوتنا برفض هذه الميزانية لعدة اعتبارات، بالرغم من أننا نقر بصواب بعض التوجهات والاختيارات، ورفضنا آت من كون المشروع يكرس بعض السلبيات وهي كالتالي: نجد على أنه مشروع يستصغر حجم الأزمة ويتعامل معها وكأننا لسنا في أزمة، مشروع يتسم بضيق هامش التحرك، مشروع يتسم بتناقض توجهاته بين سعيه إلى حفز الطلب الداخلي وبين إنهاك القدرة الشرائية لعامة المواطنين، مشروع يكرس التذبذب الملحوظ في الإصلاحات الضريبية، مشروع يرسخ الحجم المالي لميزانية السير في التركيبة والبنية المالية للميزانية العامة، مشروع يعيد إنتاج نفس الأرقام الثابتة، مشروع لا يواجه بخطوات ملموسة تفاقم العجز التجاري، مشروع يضغط أكثر على التوازنات الأساسية، مشروع يشرع باب الاستدانة الخارجية من جديد. وإذا تجاوزنا هذه السلبيات فإنه على صعيد الإصلاحات القطاعية الهيكلية نسجل ما يلي: أولا، سيادة التصورات القطاعية وضعف عوامل وآلية التنسيق فيما بينها. ثانيا، غياب رؤية تقويمية لمراحل تنفيذ هذه المخططات. ثالثا، صعوبة تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع وعدم استشعار المواطن لوقعها عليه. رابعا وأخيرا، عدم الانخراط في سياسات جذرية وعميقة لمواجهة الإشكاليات التي ستطرح علينا غدا كإشكالية ندرة المياه والطاقة وغيرها. ولهذه الأسباب وغيرها صوتنا برفض الميزانية، وشكرا لكم.